أصل توليفة من النغمات والإيقاعات الإفريقية القبلية العريقة التي تنهل من سحر الأزمنة القديمة، تمكنت المجموعة الجنوب إفريقية بانتو كونتين وأهورو كانشسنس من الارتجال بجمهور منصة أبي رقراق إلى عالم من النشوة والارتقاء الروحي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. واهتزت ضفة نهر أبي رقراق على نغمات هذه المجموعة، والتي أبهرت جمهورها بأسلوبها الموسيقي المتفرد المتميز بكثافة تزاوج بين تراث موسيقى السول وقوة البانك روك. وعزف الفنانون السبعة القادمون من بلاد قوس قزح عددا من قطعهم الغنائية، فيما يشكل مزيجا روحانيا حقيقيا من الألحان المتمردة التي تتخللها ألحان حماسية وأصوات جوهرية وحادة، أدت قطعا تنهل من موسيقى الجاز والآر إم بي. وبمجرد صعوده على الخشبة، يقوم عازف الجيتار الإلكتروني بلف آلته قبل أن تتضح الإيقاعات القبلية المستمدة من التقاليد الموسيقية الإفريقية الغنية. وفي خضم انسيابية الألحان الأخادة، يعمل قائد المجموعة على تسريع الوتيرة ليقوم بإبطائها، ثم يجعلها تنطلق مرة أخرى على إيقاع ولا أروع.